عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وكذا، تحديدا تطويرات الحيوانات الجميع اللي كاينين عندكم الإخوان. خوت اليوم الفيديو مشنطط مريقل في بزاف تاع الحوايج، بينهم المطلق ديال الجمعية اللي درت، المطلق اللي كان قبل ديال الحد اللي فات، والجمعية اللي درتها تاني تاعي المطلق اليوم. علاش درت هذه؟ باش نبين الناس الاخرين، الناس اللي كاينين دول اخرين، كاينين مدن اخرى، كيفاش تدوزو الاجواء كيفاش تدوز الاجواء غادي نخليها الاجواء ديال المسابقة حمام الفعل اللي حنا تنسميوها المطلق. وكذلك كاين واحد الفيديو الاخوان في الاخر، بداية زيارة عند الاخ ايوب، جوج نقاط مهمة. اول حاجة فرحتني انه الجمعيات وصلوا هذيك المرحلة، انهم ما بغيتش نطول الخوت، المهم وصلوا هذيك المرحلة انهم تتفادوا الصراعات اللي كاينين بيناتهم، وهذا الشيء اللي بغيت، وهذا الشيء تيبوشني، وهذا الشيء تيفرحني، وهذا الشيء اللي خاص في هذا الميدان. هذا هذه النقطة. هذه كاينة نقطة أخرى، هو إنشاء قناة أيوب غديوي. هاد الإخوان ما عرفتش نطقتها هي هذيك، المهم غادي تلقاو أول تعليق في هذا الفيديو بالضبط. الإخوان تنتمنى من القلب الإخوان، إذا كنت عزيز عليكم شوية دخلوا لهذيك القناة وتابوناو، فرصة ممتعة. وسامحوا لي بزاف الناس اللي ما تسمعوا الصوت، راه عندي التليفون قدام. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. يوم الاحد مطلق جمعيه، في نفس الوقت كاين ماراثون كيف ما متعودين في مراكش، ديما تيكون واحد الماراثون. تحيه طيبه لكم جميعا، فرصة ممتعة، شوفوا الإخوان، شوفوا الحميمات، الله يسر اليوم كاملين، وإن شاء الله تكون فرجة. ورا المكان زوين، حديقة، والناس راهم تيبانو ليا من هنا. حنا قربوا ونكملوا الفيديو. حضور مكتف العربية مكتف، المهم الحضور كاين، الناس تبارك الله، حتى المكان زوين. فين دايرين؟ خاصة شي اوبجيكتيف يكون طويل. نيت انا فاش كنمشي ويلي التاكس، عرفت شحال بدا تيخلط هنا وكيخرج من هنا. بعدا تا الا قلت شحال بعدا يعلمو. هذا غادي يجيبو ليه لو هذا
نتمنى له التوفيق. أصدقائي تفضلوا. أمين. السلام عليكم أخويا، بخير؟ مزيان علي غموض، صحتك على خير؟ مزيان، تشرفينا أخويا. مزيان يا قلت لي نسولك. مرحبا. متابعة صوتي تكاية. إيه الله. قلت نسولك ما سيارتي البراكة ما عرفتوش الفاره، ما عرفتش نفرق بيناتهم الفاره ولا الصرمولينا، ما عرفتش نفرق بيناتهم. تصور عندك شي تصويره ولا شي فيديو؟ ما عنديش. لا والله ما عنديش. كي دايره البقا ديالهم؟ خضراء وجاري يعني. قال قال لي واحد السيد قال لي الصرمولينا واخا عنده شي جن طايح. لا واقف عادي. واقف عادي. توفيق يا سيدي. دابا عرفتي شحال هاد البيوض ديال؟ لا خضراء. هي خضراء. خضراء. غادي يكون حلو. مكيف لك شحال الحمام؟ تقريبا راه قياسي شي 8 ولا على بركة الله. وقعد نعطيك النمرة تاع التليفون. على بركة الله. ورليا يعني. الله يرحمك الوالدين. هاي تسلية وفات. من قبيلة تنقول الله تكون وتجيب. أنت تخصو المرض باش إذا كان تولد تمشي ليه ديري. غادي يكون خير إن شاء الله. خدمة ديال عامين أخويا إن شاء الله تقريبا. لا إن شاء الله يتركهم. تياكلوا؟ شوية في الأول كان شوية كرر هذي في المكلة ديالها. رمادي تيز راسه ياك. الصورة شوية بعد هذا سريع. الرمادي شوية بعد ورا اللي مراتي ديرو هنا نص دوزيني لا كملوا هكا اللي تيديرو نص ساعة. لا لا بيبقوا غادي تيديروا هكا هما هادو غير هما الا غرقوا بها ما عرف كيفاش يديروا هكا. تحياتي اخويا ايوب اخويا الجمال الاخ اوسكار تا هو معانا
تبغي غير تقسم لا هيت لنا شيء اللي صافي هيت لنا انا ما كان غادي انا اسمع اكيد واش فرجي اخر دابا نوري لكم الداخل اللي كان داخل داخل تشبه الفرجي تاع خرجي شبه الفرجي كبير اللي خليته تما مع واحد تو دوريجين فهمتيني تو دوريجين هذا لا بزاف هذو جمعتهم هنا وهذاك الفرجي حتى هو يعني حيت تبع حاليا حاط لي ربط مع هذيك اختو اللي هي دوريجين اختو دوريجين عليه هو هادو دابا داخل عليهم خو فهمتيني اش بغيت نقول لك دابا هادو فيهم هادو الياسات اللي هنا فيهم التوريجين حمامي انا وفيهم الفرجي التوريجي اللي كان مشى لي انا اللي وريتكم دابا فهمتي دابا القلب كيجي يعني دابا انا عارف لا ضفيريك اجي هنايا وبتبقى هاكا عما تيجي هاكا هاد الحميمة هاد الحميمة اختيارهم بجوج